احنا نريد نقول لك 6 شهور اللي قضيتها بالعراق انت بين اهلك وناسك، انت في بلدك. الله يخليك. واهلا وسهلا بك. ولهذا احنا شوف شهر رمضان خصصنا الحلقات يعني رجال الدين، الضيوف، الدعاء لشعب فلسطين. صدقنا احنا قد ما نقدم، ما نريد نعلنها كلنا ايش جاي نقدم كعراقي، لكن والله العظيم لو عدنا القدره على اكثر صدقنا العراقي ما يقصر. لكن احنا اليوم احتراما لمجيئك بهذه الساعه المتاخره واعتزازا وتكريما لك، احنا عندنا هديتين. الهديه الاولى نريد على الهوى اللي هي عباءه العراق، اكراما واحتراما لجنابك الكريم، وانت تمثل دوله فلسطين وشعب الجبارين شعب فلسطين، سفيرا للعراق راح نهدي لك العباءه العراقيه، عباءه العراق. وكذلك من خلالك اكو هديه لفخامه الاخ الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دوله فلسطين بمناسبه عيد الفطر المبارك وحلوله قريبا، بها معاني. فاحنا اول شيء المهندس احمد الحمداني احد اعضاء فريق استوديو 12 بودكاست، تفضل المهندس احمد، اللي هي عباءه العراق هديه الى سفير دوله فلسطين سعاده السفير احمد الرويضي. هذه عباءه العراق الى سعادتكم، لبسك اياها. طبعا بتشرف، كرم كبير بكم ان شاء الله. بسم الله. ومن ثم هديتنا الى الاخ رئيس دوله فلسطين سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن مع تحياتنا وتقديرنا له، هي عباءه العراق وياها الشماغ العراقي والعقال العراقي. هذه هديه ما نرجو ان توصل لسائله، لان احنا كعراقيين احنا مع شعب فلسطين وقياده فلسطين ومناضلي فلسطين ومقاومي فلسطين. وكذلك لوحه، هذه اللوحة أنا صممتها لوحة تشكيلية بسيطة ونفذها المهندس المدني الفنان التشكيلي عبد الملك محمد الحمداني، هي تجمع العراق، بغداد والقدس، وأيضا صورة الزعيم الخالد ياسر عرفات أبو عمار الله يرحمه وفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأيضا هذا إهداء لهم. ويا ريت تعرض الزميل المخرج عندك اللقطات. هذه إذن هذه إحنا نهديها لهم ونرجو من خلال سعادتك أن تصل ونسمعك. نسمعك نهديها لكم. الله يبارك، الله يسلمك، الله يبارك لك وتعتصفيك، الله يخليكم، أنتم أهلنا وإن شاء الله سعادة استمراركم بفلسطين قريبا، وهذه الهدية راح تصل إلى فلسطين. وأكو الرسالة، الرسالة أيضا، وهذه رسالة إلى الأخ رئيس دولة فلسطين، أنا كتبتها شخصيا، أقول له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فإننا في العراق مواطنين وصحفيين نشاطر أهلنا الكرام في دولة فلسطين وخاصة في مدينة غزة، مشاعر واحدة من الحزن لما يتعرض له شعبنا المناضل البطل الصامد فيها من عدوان مستمر. ولهذا لا يمكن أن نشعر بالعيد وفرحته إلا بعد أن يشعر شعبنا الفلسطيني بالاستحقاق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإننا نرفع الأكف لله عز وجل متضرعين أن يرحم شهداء فلسطين ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يفك أسر المأسورين، وإن وعد الله حق وسيكون بإذن الله النصر منه سبحانه قريبا بوحدة صف الشعب الفلسطيني. ولكم صادق الدعاء والأمنيات ومن العراق ومن بغداد والفلوجة نهديكم هذه اللوحة التشكيلية. روح للوحة زميل المخرج، مع عباءة العراق والعقال واليشماغ العراقي، وعاشت فلسطين حرة عربية وعاش العراق. مع اعتباري والتقدير أخوكم أنور حمداني. هذا إذن لفخامة سيادة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن.